قدم أعضاء المجمع المهني للصناعة السينمائية خلال ورشة التفكير الخاصة بالمركز الوطني للسينما الصورة جملة من المقترحات لتطوير طرق تسيير هذا الهيكل. من بين المقترحات اللي احنا مقترحينها هو معناتها إعادة النظر في الدور نتاع المجلس توجهات الاستراتيجية والاستشراف اللي هو فيه الهياكل المهنية واللي هو المفروض يتابع البرامج نقولوا احنا الاستراتيجية اللي قدمها المركز. فتطوير الخدمات اللي قدمها المركز من شأنه انه يخلي المركز إمكانية انه يدخل موارد مالية ذاتية جديدة. تطوير خدمات المركز الوطني للسينما والصورة يكون من خلال إحداث 8 وحدات صلبة وفق تصور المجمع المهني للصناعات السينمائية، أبرزها بعث شباك موحد لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية، ووحدة لتصنيف الأفلام، وأخرى خاصة بالتعاون الدولي من أجل الإنتاجات المشتركة، فضلا عن السعي لترسيخ مبدأ لا مركزية ثقافية من خلال مكتبات سينمائية جهوية، هذا بالإضافة إلى بعث صندوق تونسي للاستثمار في قطاع السينما. وهكاك يولي القطاع نتاع السينما قطاع نتاع صناعه ثقافيه ابداعيه ومنتج نتاع ثروه ويخدم الناس، ومش كان بالافلام الاجنبيه خاطر باش يولي عندنا قاعات سينما واستديوهات تصوير، وهذا باش يخلي الحركيه السينمائيه تكبر وان شاء الله المركز الوطني للسينما والصوره يكبر زاده. وكانت سلطة الإشراف قد دعت إلى ضرورة مراجعة الأمر عدد 753 لسنة 12 و2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للسينما والصورة.